وراء كل رجل عظيم امرأة. تامر فنان ناجح جدا، أكيد بسمة اللي ضحت بحلمها كانت في ظهره في حاجات كتير وكانت جزء من نجاحه. لما في وقت بيحصل إن الأمور بتتعكر أو الحياة بتتغير، سواء حصل انفصال أو ما حصلش، ما كنتيش بتندمي على حلمك؟ كنتيش بتحسي إنه؟ بصي بصراحة لا، هبقى صريحة معاكي، أنا قد ما أنا بحب الغناء قوي قوي قوي، أنا فعلاً من الحاجات اللي أنا كنت نفسي أعملها قوي وأنا صغيرة إن أنا عايزة أتجوز وأنا صغيرة، وعايزة أخلف وأنا صغيرة، وأنا بحب قوي الخلف. حلم الولد. حلم البنات والولد. انت عارفه ان انا كنت كل ما ببقى حامل بقعد اقول يا رب مش ولد في الاول خالص في امايا وتاليا، وهقول لك السر ليه بقى. علشان خاطر انا ما عنديش اخوات بنات، وعندي اخوات اتنين ولاد، فكانوا بقى وانا صغيره بصي كرهوني عشتي، حاجتي يسرقوها يعني بصي، ولعبوهم الطريق يعني ديفنت. فانا كنت حاسه ان انا مش عايزه ولد خالص، عارفه، وكان حلمي ان انا يبقى عندي اخت. بس بحب عامه الولاد، بحب الخلف، بحس انه عارفه انا من الستات اللي تحسي عايزه 10 عادي. عايزه عزوه. انا بحب قوي قوي الخلف. لسه عايزه تجيبي اطفال تاني اكتر؟ لسه عايزه اولاد وبنات اكتر؟ عايزه كمان مثلا 2. بسمه سريعه الغضب جدا. جدا جدا. بس بصي يعني دلوقتي بقالي سنتين دخلت الثلاثينات، سريعة الغضب في العشرينات، الثلاثينات بصي بالراحة بالراحة بنزل التمبر بينزل. بتهدي. انتي بتكتبي على طول حاجات وتمسحيها، تحطي حاجات وتشيليها؟ انا عصبية عامة. يعني لو هنيجي نتكلم على شخصيتي ازاي، انا عصبية جدا. بس هبقى صريحة معاك، الشخص اللي بيبقى عصبي هو شخص ايموشنال جدا. طبعا. يعني بيتأثر قوي بالحاجة اكتر من غيره. فانا طبعا وانا صغيره خلي بالك انا الضغط النفسي اللي انا عشت فيه في ستار اكاديمي قبل جوازي، يعني انا عامه طول عمري كنت مضغوطه جدا نفسيا. وانا صغيره مامتي كانت طول الوقت عايزاني ابقى بيرفكت، وما بتقبلش غير بان انا ابقى بيرفكت، عارفه الامهات دول اللي عايزين تشوفني احسن واحده في كل حاجه، مع ان انا مش لازم ابقى احسن واحده في كل حاجه، ممكن خالص. ابقى احسن واحده في حاجه. وبعدها رحت ستار اكاديمي. مش لازم تبقي احسن واحده اصلا، ينفع تتحبي زي ما انت، مش لازم تبقي احسن واحده عليك. اصلا فبقول لك انه الستريس لما انت تبقي، انا يعني ده عرفته انا من قريب، يعني لما تبقي عايشه طول الوقت اندر ستريس ان انت لازم تبقي كويسه كويسه جدا كمان، ده بيخليكي على طول جسمك عارفه كانه عامل سرفايفل مود كده، تبقي عارفه كانك في ايمرجنسي، فبتبقي كل حاجه فيكي سريعه، غضبك سريع، عياطك يبقى سريع، عارفه كل حاجه سريعه. فبحس انه الستريس هو السبب اللي مخليني ان انا ممكن ابقى عصبيه، وممكن ابقى ساعات، وكمان صراحتي انا صريحه جدا، وما بعرفش ان انا نافق، فساعات عارفه اللي هو طب هقولها هقولها واللي يحصل يحصل واللي يحصل يحصل. بس اتعلمت بصراحه انه ده مش صح، عشان دلوقتي بناتي كبروا، فبحس ان انا لازم ابقى قد المسؤوليه.